بسم الله الرحمن الرحيم من قناة النصر 24 نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشرف الاحتفال بالذكرى 3 لإنشاء مؤسسة القلب الكبير الخيرية. ختام فعاليات ملتقى اتحاد التلفزة الإفريقية الخاصة في دورته 3 بقاعة الصداقة بالخرطوم. رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برسالة تعزية ومواساة لشعب سلطنة عمان في وفاة المغفور له صاحب السمو سلطان قابوس بن سعيد. مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن العقوبات ستضيق الخناق على الحكومة الإيرانية وتجبرها على التفاوض. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، مرحبا بكم. شرف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي الحفل الذي أقيم بفندق راديسون بلو بمناسبة الذكرى 3 لمؤسسة القلب الكبير الخيرية. حضره عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية وأعضاء من السلك الدبلوماسي. هذا وتناول الحفل الإنجازات التي حققتها منظمة القلب الكبير في شتى المجالات الخدمية وفي تقديمها للعون للعديد من الأسر المتعففة. نظم تحالف جمعيات المجتمع المدني ندوة تشاورية للدفاع عن مكتسبات الملتقى الوطني الشامل، ذلك بهدف معرفة ما أنجزه التحالف في العام المنصرم والوقوف على المعوقات ووضعها عين الاعتبار. في غاية الأهمية أكثر من أي وقت مضى في لحظة فارقة لاكتشاف التقدم المنجز وتصحيح الإخفاقات وإشراك بلدنا تشاد بقوة من أجل الدفعة جديدة من الجهود المشتركة لإعطاء زخم جديد للمعركة الكبيرة القادمة من أجل ازدهار بلدنا والتي تدعونا إليها الجمهورية الرابعة. اختتمت بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم فعاليات ملتقى اتحاد التلفزة الإفريقية الخاصة بمشاركة 17 دولة، جاء تحت شعار إفريقيا قبلة الأنظار، وشرفه عمر بشير منيس وزير مجلس شؤون الوزراء التي بدأت في 12 وحتى 13 من يناير الجاري برعاية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وتحت إشراف وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. هذا وناقش الملتقى عدة أوراق عمل منها الهجرة غير الشرعية وسط الشباب وتجارة المخدرات ومحاربة الجماعات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار بدول القارة السمراء. الأستاذ أبو بكر محمد عبد الله برغو رئيس اتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا أكد على ضرورة تعزيز الشراكة الإفريقية من أجل النهوض بإنسان إفريقيا. أما في الشأن السوداني، بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن برسالة للتعزية والمواساة لصاحب السمو هيثم بن طارق السعيد في وفاة المغفور له صاحب السمو سلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وقال إننا نقدم باسم الحكومة والشعب السوداني أحر التعازي لكم ولشعب السلطنة في هذا المصاب الجلل. لقد عرف الفقيد قائدا عظيما اتسم بالحكمة وسداد الرأي والاعتدال، نسأل الله تعالى أن يسكنه الجنة العلا ويلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو مع المبعوث الرئاسي الكيني بحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وطلبت كينيا مساعدة السودان في صد هجمات الجراد الصحراوي الذي ضرب مناطق الصومال إثيوبيا وكينيا ويتجه نحو يوغندا. وهنأ المبعوث الكيني السودان بتولي رئاسة الإيجاد، كما بحث اللقاء تعزيز المجهودات الجارية لتحقيق السلام في السودان. عالميا، سجلت إصابات في إيران وسط صفوف المتظاهرين جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي بعد احتجاجات جديدة شهدتها إيران. هذا واعتقلت السلطات الإيرانية عددا كبيرا من المتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مستشار الأمن القومي أخبره أن العقوبات والاحتجاجات ستضيق الخناق على الحكومة الإيرانية وتجبرها على التفاوض، إلا أن ترامب أضاف في تغريده له على تويتر أنه لا يهتم إذا رغب النظام الإيراني في التفاوض أم لا. وقال ترامب أنه لا يسمح للنظام الإيراني امتلاك سلاح نووي، كما طالب ترامب من الحكومة الإيرانية عدم قتل المتظاهرين بمنحهم حق التعبير السلمي المشروع. حثت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس جميع الدول للحد من التوترات مع إيران، مشيرة إلى أن على الجميع المساعدة في وقف السلوك الإرهابي لإيران والتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا لتعديل هذا السلوك. أحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران بعد توقيف السفير البريطاني بسبب مشاركته في تظاهرة غير قانونية، وتجمع نحو 200 متظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية هاتفين بالموت لبريطانيا، وذلك بعد يوم واحد من توقيف السفير البريطاني روب ماكير. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشرف الاحتفال بالذكرى الثالثة لإنشاء مؤسسة القلب الكبير الخيرية. ختام فعاليات ملتقى اتحاد التلفزة الإفريقية الخاصة في دورته الثالثة بقاعة الصداقة بالخرطوم. رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برسالة تعزية ومواساة لشعب سلطنة عمان في وفاة المغفور له صاحب السمو سلطان قابوس بن سعيد. مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن العقوبات ستضيق الخناق على الحكومة الإيرانية وتجبرها على التفاوض. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، مرحبا بكم. إلى هنا تكملت هذه النشرة من قناة النصر، أعود وأجدد بالعناوين.